السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج همسات مضيئة. كل البدايات مشرقة وكل النهايات سعيدة، وفي همسات مضيئة هنقدم لكم النهاردة همسة جديدة وهمسة مضيئة. الأول أحب أرحب بضيف حلقتي اللي منورني ومشرفتي، المهندس مصطفى عبد الله، مؤلف ديوان إيزيس في مملكة أوزوريس. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة إسراء. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ باشمهندس مصطفى. انت طبعا بتكتب، بتألف شعر وبتألف روايات وكاتب الديوان بتاعك، انت بدأت تكتب من امتى؟ عرفنا. ديوان ايزيس في مملكة اوزوريس بدأت فيه تقريبا من 10 سنين. 10 سنين. لا، انت اصلا عندك هواية الكتابة والشعر والقاء الشعر من امتى ومين اكتشفك؟ لا، هو الموضوع مفيش حد اكتشفه، هو الموضوع هو جه لوحده. في احداث حقيقية بتحصل في الحياة، فكنت بحاول أنا أكتب فيها. فلما دخلت الكلية اتعمقت في الموضوع أكتر، رحت أسس ثقافة واثنين وثلاثة، فالموضوع إيه خدته عبارة عن هواية وبعد كده بدأت بدراسة. جميل. طبعا لما اتخرجت من الكلية مشاغل بقى وكده والشغل، فالديوان ابتعدت عن ابتعدت الكتابة عن الديوان فترة. جدا، ورجعت له من سنة تقريبا. دي هواية عندك يعني، انت حاببها؟ انت اصلا شغلك في كارير ال نهائيا مش بعيدا، بتكتب او لا كده، مش بعيد ده عنه شغلك؟ نهائي. بس الديوان فكرته كانت معايا من اولى كلية تقريبا، بداية جميل. الديوان كانت من اولى كلية. ممكن تدينا نبذة برضو ونعرف السادة المشاهدين نبذة بسيطة كده عن ديوان ايزيس في مملكة اوزوريس؟ يعني تمام. نبذة بسيطة. هو بالنسبة لديوان ايزيس في مملكة اوزوريس بيتحدث عن شخصيات متعددة. شخصيات مثلا في ديوان ممكن يتقسم إلى مثلا حياة حقيقية حصلت لأشخاص ما، تمام، مواقف مثلا انت مريت بيها او الاشخاص اللي حواليك مروا بيها، فبدأت بقى ان تمام انت تكتب في الديوان بتاعك. تمام فبداية فكرة الديوان تغيير الاسم. كان الاسم في بداية الديوان كنت مسميه الأكو هو حياتي، بعد كده اتغير اسم الديوان الايزيس في مملكه اوزوريس. فكره الديوان ان كان في بدايه الديوان بطل واثنين معاه في الدور، فكان يوم جمعه، تمام. دخلت دكتوره صيدله كانت بتسال مثلا عن مكان ما اللي هي بتعمل باير بوند، شغل تحديثات برامج وكده، فوصفوا لها مكان معين، فهي تمام. راحت للمكان ده. حصل كلام ما بينهم، حصل نبذة إعجاب من الشخص الآخر وليس من بطل الرواية. فالمهم هو حصل معاه موقف ما في قلب الرواية برضك، اللي هي حصل معاه موقف اللي هو فيه مبلغ كبير جدا ضاع منه، فكتب على الستوري قدر الله ما شاء فعل، تمام. فهي اتصلت بيه مرة واثنين وثلاثة، فهو بنبذة غباء كده يعني ايه بنرفزة، انا اسف مش عارف اتكلم دلوقتي. فهي صممت، البطل متضايق من الاحداث اللي بتحصل له وان المبلغ ده ضاع منه، بالظبط فرد كده، بطريقة فرد بطريقة مش لطيفة. تمام. فهي صممت اللي هي تعرف ايه الاحداث اللي حصلت معاه اللي هو متضايق كده، وصممت اللي هي تعرف. المهم قال لها في مبلغ معين وقع، وكان المبلغ ده افتتاح مشروع جديد بيعمله، فما اتكلمتش في اي شيء. فجت تاني يوم على طول لقاها جايبه شنطه معاها وفيها المبلغ اللي هو ايه، مبلغ اكبر اكيد من دي المبلغ شخصية ده مش اصلا. حقيقية، اكيد القصة مش حقيقية. هي حقيقيه بالفعل، تمام. فهي جت بالمبلغ ده، فهو طبعا رفض اللي هو ياخد المبلغ ده. اكيد برضو الشخص ده مش حقيقي ان هو يرفض ياخد المبلغ ده. ايه حقيقي فعلا برضه. والله إيه، الدنيا فهي لسه بخير. صممت اللي هي طيب، قالت له طيب ممكن اجي معاك المشوار اللي انت رايحه، ممكن تحتاج مبلغ ممكن ما تحتاجش، بس انا هكون مطمن اكتر لو جيت معاك. قال لها اوكي ما فيش مشكله تعالي وكده. فراح احتاج فلوس فعلا، ودفعت فلوس مبلغ كبير، ورجعهم. طبعا هو كان
مستني مناسبة محددة اللي هو يقدر يرد لها يرجع المبلغ ده، الفلوس. بس بطريقة مش مادية، يعني بطريقة عن طريق هدية. طب ايه الهدية القيمة اللي البطل يعملها؟ ان هي تقدر المبلغ من المال ده او يفوق المبلغ ده، بس بطريقة مش جرح، اللي هو هي كانت قدمت المبلغ ده كهدية للبطل مثلا، ولا كانت قدمت المبلغ ده مساعدة؟ هي قدمته يعني كهدية، مثلا بتسلفه مبلغ هي من المال؟ قدمته كمساعدة، بس هي مش مش في نفس منتظرة ان هو الوقت يترد لها. مش منتظر للمبلغ تاخده. فهو حب اللي هو يعمل ايه، جاب لها كولي ذهب وانسيال كده يعني، بالمبلغ يعني. وخاتم سيال وخاتم كده يعني، حاجة ايه تعتاد اكبر من المبلغ اللي هي دفعته، وبطريقة شيك، وكان منتظر عيد ميلادها. جميل، رقي في التعامل من جميع الأطراف. المهم هي فهمت النبذة دي بشكل تاني، فهمتها بشكل إعجاب آخر من البطل. ف البطل الموضوع استغرب طبعا. تعقد أكتر. تاني يوم على طول من رواية، من بعد الأحداث دي، حصل صدام تاني بين البطل وشخص آخر. كان فيه البطل كان في الفرع اللي هو تم افتتاحه من فلوس من فلوس الدكتورة. البطلة اللي هي معاه في قلب الرواية. تمام. المهم جت واحدة في الفرع التاني، قالت للمهندس الموجود أنا حابة اللي أنا أعمل الشيء ده، بس بتتكلم بطريقة غير راقية، بطريقة متكبرة، بطريقة استفزازية. فهو جاء راح قال له إيه، أنا مخنوق من الشخص اللي دخل عليا ده، شوف اللي بتتكلم بالطريقة دي مثلا. تعال او تعال انت اتعامل معاها مثلا، او انا مش حابب اتعامل مع الشخصه دي. تمام. قلت فالبطل قال له خلاص ما تزعلش، وعد مني اللي انا ايه هخلي لك بكره تيجي تعمل لك شاي، تي او تيجي تعمل لي شاي. ده البطل واثق في نفسه قوي. فدخل الموضوع في الاول عن موضوع مثلا استهزاء، رهان كده يعني ما حدش يتنك عليا، لا دي بكره تعمل لي شاي. بالظبط وهو كده. فعلا كان يعني هو واثق ان هي تعمل له شاي، ولا هو بيستهزأ هو منها بس؟ بيستهزأ، بس يعني بيستهزأ اللي هو بيهدي الطرف الآخر، مش تمام. واثق من حاجة زي كده تحصل. جه الشيء اللي هي كانت بتعمله هو كان خلص، فهو قال لها لا هو لسه ما خلصش، حضرتك ممكن تصل الساعة 11 بالليل عشان اسلوبها. لا علشان يفتح معاها كلام. تمام. ايوه. المهم فتح مع البطلة كلام اللي هي الشخص الآخر، ماشي. وتاني يوم حصل بالفعل، المهندس التاني جه لقاها بتعمل شاي فعلا. فعلا. طب ايه، طيب اللي خلى مثلا البطلة دي ان هي تعمل شاي؟ ان هو كلمها واعجبوا ببعض. لا يعني ايه اللي يخليها تروح مثلا مكان برضو ما تعرفوش وتعمل فيه شاي؟ هو هي مثلا اكيد سمعتك بقى وانت بتقول. لا مش سمعت وهو بيقول، هو طلب منها لما اتكلمها قال لها تاني يوم هتيجي تاخدي التليفون او تيجي تاخدي الباور بوينت بتاعك، ف ممكن كوبايه شاي، فعامل كوبايه شاي. دي تمام. النبذه او التمثيل بتاع القصه بالظبط. فجه المشكله بقى، حصل احداث جامد، ان هو دلوقتي البطل بيكلم ألف وبيكلم به تمام. دلوقتي، راح صالح الاتنين وقال لهم إن أنا بكلم ألف وبكلم به، ماشي. إن هي اللي هي البطل البطل، في الديوان هو مش عايز ولا ألف ولا عايز باء. لأ هو عاوز باء مش عاوز ألف. ألف دي اللي هي ادت له الفلوس ساعدته. هو خلاص يعني، هو الموضوع بينها اللي هي إنسانة لا توصف، إنسانة جميلة، ممكن مثلا إنسانة البطل معتبر الشخصية دي كأخت ليه. كأخت لي مش تمام. كزوجة. اللي هي رقم به اللي هي أصلا هو ما كانش متخيل اللي هو يوصل حاجة ليها، هي دي حركة مشاعره حركة ممكن. مشاعره، حصلت حداث حقيقي فعلا بالفعل. تمام. ف اللي حصل بعد كده اللي هو راح قال ألف أنا بكلم به، وراح قال لي به أنا بكلم ألف، عشان الطرفين يبعدوا. علشان الطرفين يبعدوا. بس حصل حاجة غريبة، إن الطرفين حاولوا يقربوا بشكل أكبر ما هما كانوا بيقربوا الأول. مثلا البطل مثلا مع ألف، به يتصل بيه أنت فين؟ أنا بتفرج على الماتش، مستمع صوت دوشة،
انت اكيد مع الف، ما هو مع ب اكتر. وحصل لدرجه اللي في الشهر، في الشهر ده اتسمى في الديوان شهر الضياع، لان هو ضياع وقت للبطل مش عارف يرضي. شهر الضياع اللي هو كان البطل ضايع مش عارف يعمل ايه، مش عارف يرضي مين بالظبط، مش عارف يرضي نفسه كمان بالظبط. فالبطل حب يعمل فكره اللي هو يخلي مثلا الطرف الاول اللي هو يكرهه، تمام، اللي يعني تمام اللي هو يكره البطل. فعمل ايه؟ جاب واحده صديقه ليه ومثلوا دور ان هما بيخونها، اللي هو بيخونها. وفي نفس الميعاد ده هو كان متفق معاها اللي هي تيجي في الميعاد ده بالتوقيت. تمام. اوكي. ف كتب قصيده اسمها بقرة نور. اتمسكت بيه اكتر. كتب قصيده اسمها بقرة نور. في الروايه دي كان بيقول اضاءه حمراء في قلب الاوضه وشاب واقف في بقرة نور وبنت قاعده وبتحفظ الدور. البطله جات وقالت ارجوك بلاش تمثيل، حبك بعني وضيعني، ومهما نجد تسيل مش ممكن يوم تخدعني. انا صدق تاني كلامك، انا عيش تاني في اوهامك، ده كفايه عليا الامك والحب خلاص ودعني. لو قلبك هو الدنيا مش عاوز عيش ولا ثانيه. دي نبذه بسيطه من الروايه بس عشان الوقت فيها طبعا. فيها وجع جامد يعني الروايه. هو الروايه عباره عن دراما رومانسيه، شخصيات حقيقيه وشخصيات حقيقيه حصلت بالظبط. خلصت بقى على ايه الروايه؟ الشخص ألف وباء كان إيه مصيرهم؟ كان إيه مصيرهم؟ مصير ألف وباء إن ألف جه وراح قال خلاص أنا هصلي صلاة استخارة، وآخر الشهر ده الشهر اللي إحنا فيه ده هحدد حد من الاثنين. ده البطل. ده البطل. تمام. فطبعا البطل صلى صلاة استخارة، وإن أهل البطل كانوا بيحبوا ألف أكتر اتصلوا بألف بعد ما صلى صلاة استخارة، وصحى من النوم لقى ألف جه البيت موجود. فهو تهيأ له أن ألف ربنا بعتها له عشان الصلاة، بس ده مع اتفاق الأهل، لأن الأهل كان بيحب ألف أكتر من ده. القصة دي حصلت في فيلم. تمام. المهم هو خلاص اقتنع بقى أن ده اختيار ربنا وخلاص هو اختار ألف وقال لها أنا هخطبك ونبتدي حياة جديدة مع بعض. المهم ده ما حصلش طبعا. هو قاعد يفكر، لا هو ميوله للشخصيه الثانيه، للشخصيه الثانيه. المهم او في نهايه الروايه طبعا اللي حصل ان قال لها لا مش هعرف، وراح متصل ببه قال لها انا هخطبك انت. ده كله في اخر الشهر اللي هو شهر من السماء في الديوان شهر الضياع. الضياع. تمام. جه الطرف الاول اللي هو الف. هو كان شغال دكتور، كانت دكتورة. فجت وهي في المستشفى حصل لها عملية إغماء وكانت حالتها مش كويسة، فاتصل بيها وقال لها خلاص أنا حاجة أتقدم لك وأخطبك. لما جه خطبها الطرف الثاني اللي هو به جالها تعبت مثلا اكيد نفسيا، لا 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 جالها نزيف في العين. فهو اتضح ان الشهر ده اصعب شهر. البطل كده بيظلم نفسه وهو مش عايز الطرف اللي هو المفروض ان هو معاه، وهو حابب الطرف اللي مريض بقى بسببه. بالظبط كده. فضغط نفسي بالنسبه للبطل طبعا. ولا قصه جميله دي، عايزه يعني سلسله مسلسلات او افلام، يعني عايزه افلام كتير. هو ممكن تتعمل كذا جزء. انت كتبت وبيضت الديوان بتاعك؟ الديوان ان شاء الله هيتبيض، هيتنشر في شهر 2 في السنه في 2020 ان شاء الله. اكون اول حد اقرا الديوان. طب نهايه برضو الديوان؟ نهايه الديوان اللي هو لا خد دي ولا خد دي، وكتب حاجه اسمها ايزيس اللي هي القصيده، شرح بقى الانسانه اللي هو ظلمها معاه دي في الديوان، وقال مثلا احكي حكايه ايزيس مملكه اوزوريس. الف المحبه والجمال، ياء الانوثه والدلال، اما الزين دي سيبيها ليا احكي فيها عن الحنيه واكتب فيها قصيده رومانسيه. اما الياء ده هسيبها ليكي تحس بقلب عاش طول حياتي يفكر فيكي، اما السين هي انتي ده الحكايه عنك انتي. ارمي حمولك عليا وانا اشيلك فوق عينيا، يا ايزيس يا اغلى عندي من كل الدنيا ديت. عايزين نعرف بقى، نعرف الساده المشاهدين مين ايزيس، عشان خلاص فاضل دقيقتين والفقره تخلص.
إيزيس. أو مين بطلة الرواية اللي في الآخر؟ هو بطلة الرواية في الآخر هي طبعا خطيبتي حاليا اللي أنا شفتها أكتر من مرة في الفرح عندي. بس كنت ايه اللي شدك ليها بقى؟ هو أكتر حاجة شدتني ليها إن هي كانت الإنسانة اللي أنا شايف فيها الهدوء، الاحترام، الجمال الطبيعي من غير. وأكتر حاجة أكتر إن ده طبعا إشاءة ربنا إن أنا كنت رايح فرح، بس أنا ما كنتش ناوي إن أنا أخطبها طول يعني وهي عندي في الفرح، ما كنتش مش دماغي أوكي. لكن شاء ربنا إن أنا أروح فرح في نفس الفرح اللي هي تروحه، أنا رايح واحد صاحبي وهي رايحة لواحدة قريبتها، شفتها في الفرح بدون ميك اب بدون مكياج ده طبعا ما بيحصلش في جميع الافراح. اكيد طبعا. انت حسيت ان هي بني ادمه طبيعيه وان هي بتتكلم وبتمشي بطبيعتها، ما بتتجملش لحد. تمام. فدي اكتر حاجه شدتك ليها. اكتر حاجه شدتني ليها فطبعا فعلا. احنا نرحب بضيفه حلقتنا وبطله ديوان ايزيس في مملكه اوزوريس اسراء. اهلا بيكي يا اسراء. اهلا بيكي. اهلا بيكي. طبعا اكيد انت حافظه الديوان. طبعا اكيد انت بطلة الديوان. اسراء عرفينا، انت كلمتيني قبل الحلقة عن ضوابط الخطوبة، عرفينا كده باختصار شديد ايه ضوابط الخطوبة بالنسبة ليكي، وخصوصا ان انت عايزة تشتغلي تبقي داعية اسلامية بعد ما تتخرجي من الجامعة ان شاء الله. بإذن الله. هي ضوابط الخطوبة بتبقى بداية طبعا بالرؤية الشرعية اللي هي بيبقى العريس مثلا رايح بيت عروسته، فبيبقى رايح على اساس ان هو سال عليها قبل ما يروح. الاب برضو لازم يسال على العريس ده قبل أيوة ما يروح، طبعا. عشان يعني مش اي حد مثلا يدخل البيت او كده، علشان لازم يبقى فيه ثقه. طبعا. فمن ضوابط الخطوبه اللي هي بتحصل في الاعداديات انه ما يبقاش في خلوه خالص، يعني لا الخلوه يعني قاعدين ايوه لوحدهم او كده. يعني مثلا في حاجه اسمها خلوه سمعيه، بتبقى انك يعني قاعدين في مكان لكن الاهل شايفينهم لكن ايوه ايه مش تمام. سامعين هم مكان مثلا مفتوح بيقولوا. مثلا، هم قاعدين في في جنب ايوه وبقيه الاهل في مكان بعيد ايوه شويه. عشان يعني ايه ما يتحرجوش مثلا في الكلام او كده، لا يعني تمام. كتعرف او كده. وده طبعا يعني حكم طب والرؤيه المفروض مثلا بتبقى ليها عدد معين ولا؟ هو ليها عدد. العدد بيبقى بيتراوح من 1 لـ3 مرات. يعني لازم تكون مثلا اول مره تبقي مركزه عارفه هتقولي ايه مثلا. بس لو بنت منتقبة او حاجة بتخلع النقاب، او ده في اول مرة ولا في الـ3 مرات؟ هي في اول مره لو حصل اللي هو القبول في اول مره خلاص يبقى كده خلاص، يعني ما تستحلهاش بقى. لا تمام. مش كذا مره يعني خلاص هي مره واحده بس. اما لو مثلا ما حصلش مثلا ان هي مثلا كانت متوتره مثلا ما شافتوش كويس هو ما شافهاش كويس ما حصلش كلام بينهم او كده، يبقى ايه تاني مره مثلا تمام. لحد تالت مره. بالنسبة بقى للذهب والدبلة والحاجات دي، يعني المفروض برضو العريس اللي هو يعني المفروض ان هو بيلبس بقى عروسته الدبلة، ده العرف وده دي التقاليد، فالمفروض ان هو ازاي بالنسبة للشرع وكده؟ المفروض بالنسبة للشرع ان هو المفروض ان الخاطب دوت شخص غريب اجنبي عنها، فما ينفعش ان هو يلمس ايديها ماشي او يحصل اي حتى تصافح او كده، يعني السلام حتى ما ينفعش ماشي. فبالنسبة لل اكيد بطل الديوان اتصدم. انا يوم خطوبتي شغلت لها مسرحية سكة على بنات، سبت الليلة كلها وقلت لها والله لا تتفرجي عليها، يعني انا افضل لحد افضل ده كله اعمل ده كله واجي في الاخر بس سبحان فترة الله عشان تبقى خطوبة. فترة الخطوبة ما فيهاش ذنوب. فعلا على فكرة انا لما جيت اتخطب قلت لخطيبي ان احنا نكتب الكتاب، والله قلت برضه عشان لما اجي البس الذهب او حاجة، بس الحمد لله ما حصلش، ما كتبناش الكتاب، كتبنا كتاب بعديها يعني بفترة. ما هو بصي كبقى الشرع بقى في النقطة دي ماشي، يعني المفروض ان هو ايه يعني مثلا مامته اي حد في العيلة يعني تلبسك الشبكة، لكن هو هو نفسه لا لا. ده ما ينفعش. الخاطب ما يلبسش خطيبته، المفروض ما يلبسهاش وهي يلمس ايديها اصلا عشان هو اجنبي بالنسبه لها ايوه لحد ما يكتبوا لحد الكتاب. امتى تكتب الكتاب؟ المكالمات اللي في التليفون برضو بصي هو فيها اختلاف.
وآراءه كده، بس لو في شرط تنفذ يبقى كده ممكن الموضوع يجوز. الشرط ده ايه؟ ان هو مثلا يبقى الكلام بينهم اللي هو في اطار الشرع والكلام ليه اللي هو حدود. بحدود، فهو الكلام اللي هو ممكن لو الاهل سمعوه يبقى عادي، اي حد يسمعه عادي، فهو ده الكلام لو هو ده اللي هيتنفذ في التليفون يعني ايه يتكلموا ماشي. لكن لو حصل اي تجاوز او كده يبقى ما ينفعش، ده يجوز اكيد يعني. طبعا. بالنسبه بقى للبنات، يعني معظم البنات اللي هم مثلا مرتبطين او مخطوبين بيخرجوا مع خطابهم كتير جدا، ف هو انا ده نفس الإجابة اللي فاتت، ان هو غريب عنك ما اجنبي ما ينفعش. ينفعش انك تطلع يعني. ايه هو مثلا هل ينفع تخرجي مع اي حد غريب انا مثلا؟ سمعت مقوله بس الله اعلم من صحتها، هي صحيحه ولا مش صحيحه، مقولة ان المفروض ان الخطوبه دي بتبقى زي شو اعلان يعني، وخلاص ان الاقارب عرفوا ان هي اتخطبت وكده، فزي كتب الكتاب. انا سمعت المعلومه دي بس مش متاكده من صحتها. لا هو مش زي كاتب الكتاب، هو الخاطب اصلا بيبقى جاي البيت طلبك للزواج وقرا فاتحتك وكل حاجه، بس هو ما دخلتيش الخطوبه بيته. لا، والخطوبه اصلا مجرد يعني وعد بالزواج مش اكتر يعني، مش يعني هو وممكن ما مجرد تكملش وممكن ممكن ما تكمل. تكملش، ممكن اي حاجه تحصل، فليه ناخد نتخطى ذنوب. الحدود وتحصل مشاكل؟ فهو ايه يعني احسن حاجه ان الواحد يحافظ على حدود الشرع ويحافظ على نفسه كمان يعني. انتي يلتزم عشان ربنا كمان يكرمه فيما بعد في حياة زوجية سعيدة ايوه وفي فعلا ذرية صالحة. صح. فطبعا يعني الواحد بيعمل حساب ده كله. انتوا نورتوني بجد، يعني انا مبسوطة جدا بمعرفتكم وبالفقرة دي، وبشمهندس مصطفى مؤلف ديوان ايزيس في مملكة اوزوريس، ومبسوطة جدا ببطلة ايزيس في مملكة اوزوريس، وان شاء الله انا مع بعض فقرات تانية كتير، وانتظرونا بعد الفاصل.